الأول كنت فاكرها عند باباها، بس لما اتصلت باباها قال إن هي مش عنده. إحنا افتكرنا عندكم. لا أبدا، إحنا بقالنا كتير قوي ما شفناهاش. أمال هتكون راحت فين؟ بس أنا كده لازم أروح أبلغ في القسم، يدوروا هم عليها. إحنا بقالنا 3 أيام قلبين الدنيا، أبوها بيدور في ناحية وأنا في ناحية ومش لاقيينها خالص. يا نهار أسود، بتقولك هتروح تبلغ في القسم؟ بقولك إيه، اهدي بقى، توترك ده هو اللي هيضيعنا. احنا لو بعتولنا في القسم يسألونا على اي حاجة هنقول ان احنا ما نعرفش، بقالنا كتير ما شفناهاش، ولا هي جات لنا ولا احنا رحنا لها. احنا مش حرقنا كل هدومها وشنطتها وجزمتها وكل حاجة تخصها؟ ايوة حرقناهم ومفيش ليهم اي اثر. طيب الايفون بتاعها مقفول من ساعتها، بس مش فاكرة فين بالظبط. ودي حاجة تتنسى انت كمان؟ اعمل ايه؟ ما اللي عملناه ده خلاص ما خلاش فيا عقل. انا كان عقلي في ايه ولا في ايه؟ انا مش مصدقه نفسي لحد دلوقتي ان احنا عملنا كده. وبعدين على العموم هو مقفول ومش هيعرفوا مكانه لما يتفتح. طيب يلا قومي دوري معايا، نقلب البيت كله لازم نلاقيه. قلبوا البيت كله بس ما لقوش الايفون. ما اعرفش بقى، يمكن يكون اتنطر هنا ولا هنا. هنلاقيه اكيد هنلاقيه، يعني هيكون فين؟ طيب انا هدخل انام. تنامي؟ تنامي ايه؟ هتنامي وتسيبيني؟ طيب ما تيجي تنامي انت كمان. لا لا، انا من يوميها مش عارفه انام اصلا. انا مش عارفه انت جايبه قوه المشاعر دي منين، وجايبه القلب الجامد ده منين. اصل انت طالعه زي بابا الله يرحمه، كان قلبه ضعيف قوي. اما انا بقى طالعه زي ماما، اول ما ابوكي مات وما كملش سنه لما كانت متجوزه ومسافره مع جوزها وسايبانا، سايبه بنتين لوحدهم في الدنيا من غير ما تخاف ولا تقلق علينا. كانت دايما تقولي لو ما قوتيش قلبك الدنيا هتاكلك. اسمعي الكلام بقى، انت خايفة من ايه؟ انا خايفة يطلع لنا عفرتها. عفرتها يا بنتي؟ عفريت ايه؟ ما عفريتها الا بني ادم. وبعدين اذا كانت وهي بني ادم كانت عبيطة، امال وهي عفريت بقى؟ نامي نامي يا شيخة بلاش جنان. وتاني يوم رن جرس الباب، ولما فتحوا كان عسكري من القسم وكان جاي لهم استدعاء. انتم لازم تيجوا من النهاردة علشان حضرة الضابط عاوزكم. عاوزنا؟ عاوزنا في ايه؟ ما عرفش، لما تيجوا تبقوا تعرفوا. خلاص احنا النهاردة هنكون قدام حضرة الضابط ان شاء الله. يا لهوي، مطلوبين في القسم؟ بقولك ايه، انت تجمدي اعصابك بقى ونتفق هنقول ايه علشان ما نروحش في داهية. لازم كمان نبان ان احنا زعلانين ومتأثرين، بس ما تقفوريش وتزوديها قوي، الافورة دي بتكشف كل حاجة. ولما راحوا القسم وسألهم الضابط، كانت صاحبتنا وكانت بتجيلنا على طول وعلاقتنا معاها كانت كويسة قوي، وما نعرفش هي ممكن تكون راحت فين. هي بقالها فترة أصلا مختفية وما بتكلمناش، حتى إحنا حاولنا نتصل بيها كتير على التليفون. آخر مرة قالت لنا إن هي مسافرة، بعد كده تليفونها كان مقفول وما نعرفش عنها حاجة من ساعتها. يا حضرة الضابط صدقني، دول أصحابها وكانوا بيحبوها جدا وملهمش أي علاقة بأي حاجة ممكن تكون حصلت لها. أنا متأكدة إن ده هو اللي ورا اختفائها. هي اتخطبت ليه عن غير إرادتنا، غصب عني أنا وأبوها. أنا وأبوها أصلا ما كناش موافقين عليه، لأننا سألنا عنه وعرفنا إن أخلاقه مش ولا بد. يمكن يكون مخبيها في مكان، ولا يمكن يكون اغتصبها وقتلها. لا لا، أنا مش ممكن أعمل كده، مستحيل أنا أعمل كده. أنا بصراحة كنت بتسلى شوية، أنا مش بتاع جواز ولا الكلام ده. أنا كنت بلعب بيها شوية وخلاص وكنت هسيبها، لكن انا مش ممكن اقتلها. انا اصلا ما اقدرش اقتل اي حد. بس الضربه القويه كان اتهام ابو وام ريحانة ان هو السبب في اختفائها، وسمعته اللي كانت مش قد كده كانت من ضمن الاسباب اللي ممكن تثبت عليه التهمه. تفتكر ممكن يعملوا ايه؟ ما يعدموه ولا يشنقوه؟ ما يعملوا اللي يعملوه، احنا مالنا؟ مش طلعنا احنا منها؟ ايوه، بس ده ممكن يتسجن ولا يتعدم بسببنا، يستاهل علشان يبطل يلعب ببنات الناس. يعني احنا كده خلاص بطلوا يشكوا فينا؟ هم اصلا ما كانوش شاكين فينا، احنا سالونا زي ما سالوا كل اصحابها، مش احنا بس اللي سالونا. وبعدين احنا الفتره اللي جايه دي لازم نقرب من مامتها كويس جدا، ونحاول دايما نبين ان احنا زعلانين ومتاثرين. كل كام يوم نعمل لها زياره كاننا بنهون عنها وبنسال عليها. وفعلا عملوا كده، كل كام يوم كانوا يروحوا يزوروا مامة ريحانة على اساس ان هما واقفين جنبها في شدتها وبيسألوا عليها
وكمان بالمرة يعرفوا المعلومات والقضية وصلت لإيه. بقولك إيه، إحنا لازم نسيب الشقة دي بسرعة، أنا مش قادرة أعيش فيها أكتر من كده. أنا جدتي خلاص بقت متلبشة على طول، أنا بخاف أدخل الحمام بالليل. ما ينفعش ما ينفعش أي تغيير يحصل في حياتنا الفترة دي خالص، علشان ما حدش يشك فينا. والفترة الجاية كمان لازم ناخد بالنا من تصرفاتنا كويس قوي، يعني لا ناخد تليفون واحدة من صحباتنا ولا نسرق شنطة ولا الكلام ده خالص. مش عاوزين ندخل في أي مشاكل ممكن تخلي البوليس يتوصل لحاجة. وبعدين هو احنا معانا فلوس نأجر شقة؟ انت عارفة الإيجارات دلوقتي كم؟ الشقة اللي احنا فيها دي إيجار قديم وبندفعه بالعافية، أمال بقى لو خدنا شقة جديدة بإيجار كبير. بصي علشان أريحك، بعد الموضوع ده ما يهدى شوية هنتصل بأمنا تبعت لنا نسافر نقعد عندها شوية، وهتستحملنا شوية مش هيحصل حاجة. بس بكرة لازم نعمل زيارة لأم ريحانة. ها يا طنط، ما توصلتوش برضو؟ ريحانة ممكن تكون راحت فين ولا مختفية فين؟ لا والله يا بنتي، دورنا في كل حتة والبوليس كمان مش ساكت. أنا قلبي بيقولي إن بنتي ماتت خلاص. معقول هتقفل تليفونها ده كله؟ أنا ما ببطلش رن عليها، كل دقيقة تقريبا بجرب على تليفونها، مقفول على طول. البوليس بيقولي أول ما التليفون يتفتح هيعرفوا يحددوا مكانها عن طريق التليفون. وديني أهو قاعدة مستنية. أنا هموت وأعرف التليفون راح فين، أنا شلته بإيديا بس مش فاكرة شلته فين خالص. تبقى مصيبة لو كان لسه في البيت، هيودينا في داهية. لا اطمني، طول ما هو مقفول يبقى مفيش مشكلة، مش هيعرفوا يحددوا مكانه. وبعد ما هدي الموضوع لمامتهم، كانت عايشة في دولة من الدول العربية مع جوزها. معلش يا ماما، هنقعد معاكي شوية وهنتقل عليكي. تتقلوا عليا؟ وده كلام برضو؟ ما انا بقالي كتير قوي بتحايل عليكوا تيجوا تعيشوا معايا، ده عمكم محمود بيحبكم قوي ونفسه تعيشوا معانا على طول، بس انتوا بقى اللي قرشين ملحتوا.